عاجل. حمدوك، الإعلام البديل هو الذي خلق الثورة. سمعنا رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك دور الثورة السودانية، ووصفها بالواعية والسلمية والمتفردة بما يميزها عن الثورات في العالم، مؤكدا أن الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي هي التي خلقت الثورة، مشيدا بالدور البطولي للشباب وقدرتهم على ابتكار عدة أشكال للتواصل. وطالب حمدوك لدى مخاطبته مبادرة ملتقى الإعلام البديل الذي يجيء بعنوان دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية. طالب الإعلام الجديد بمواصلة المشوار لبناء السودان الجديد، وناشد أصحاب الإعلام البديل بالتسلح بالوعي قائلا: الوعي هو البوصلة التي جعلتنا ننجز هذا البرنامج والأهداف. وقال حمدوك: إن أجهزة الإعلام البديل يجب أن تقوم بنشر رسائل توضح للشعب تفاصيل برنامج الفترة الانتقالية وتملكه له، لأنه جزء أصيل في التنفيذ بطريقة شفافة وواضحة، قائلا: مع بعضنا ننجز الأعمال وليست لدينا معجزات. ودعا الإعلام البديل لترسيخ دوره في تعزيز الديمقراطية، وهي ممارسة تحتاج لقبول الرأي والرأي الآخر، معلنا استعداده لسماع النقد الهادف والبناء. من جانبه قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح: إن التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد أزال حواجز الزمان والمكان، وأثبت أهميته وجودته، موضحا أن دور الإعلام في المرحلة الانتقالية وسيلة للبناء والوعي وتحقيق السلام والتعايش السلمي والتحول الديمقراطي. ولفت إلى أن هناك سلبيات ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام، مما يتطلب الوعي ووجود مواثيق شرف تأتي من المستخدمين أنفسهم. قراءتك الحليلك لهذا الخبر يعني. الإعلام البديل هو الذي خلق الثورة السودانية. البديل أو الإعلام الجديد الحديث. أو وسائل التواصل الاجتماعي كانت هي الميدان الفسيح الذي نزل إليه الشباب من كل مكان في السودان. وبعد المعروف إنه بعد التضييق الذي كان يمارسه النظام السابق، كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الملجأ والتي أنجز منها الشباب ثورتهم، وكانت هي أيضا الميدان الفسيح للقطاعات السياسية التي مارست دورا كبير في تنظيم القطاعات السياسية والمهنية التي مارست دورها الكبير في تنظيم هذه الشريحة الكبيرة من الشباب التي لم يعجبها انحدار الأوضاع إلى وضع إلى 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 السوء، لم يعجبها واستغلت ميادين التواصل الاجتماعي في إنجاز الثورة. ومن الإعلام البديل لم ينجز الثورة السودانية فقط، سبق ذلك في الثورات الربيع العربي ودوره الكبير والمعروف بالذات في الثورة المصرية والثورة التونسية وغيرها من الثورات. معروف إنه مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما لها فوائد كبيرة جدا أيضا لها السلبيات، ومزالت الاستفادة من الإيجابيات والوعي، حتى ذكر نقطة الوعي التام في الإعلام البديل وقبول الرأي والرأي الآخر يعني. بالضبط، مزالت الاستفادة من السلبيات مزالت تجنب السلبيات والاستفادة من الإيجابيات. هذا هو دور الحكومة الانتقالية ودور جميع مؤسسات المجتمع ودور الشرائح التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا هي هذه الأغلبية طبعا الذين يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد هم من فئة الشباب، والأغلبية التي أنجزت الثورة ديسمبر أيضا هم من فئة الشباب. الأمر يحتاج إلى كما قال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، يحتاج إلى ميثاق شرف ويحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى ترتيب ليكون كما كان الأمر مسانداً للثورة يكون مسانداً للآليات التي أفرزتها الثورة كل القضايا والمتمثلة الآن في الحكومة الانتقالية التي تدير البلاد في عملية السلام أيضاً. في عملية السلام وكل الأمور التي تدير الفترة الانتقالية. شكراً جميلاً الأستاذ بليغ حسب الله رئيس تحرير الشروق نت على هذه القراءة التحليلية لأهم الأخبار الواردة صباحاً على موقع الشروق نت. شكراً جميلاً لك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.